ايوه ولا لا؟ لا بنتك؟ بنتي. يعني البنت بدهاش هي انا غيره والام بدها هي انا غيره. ايش هذا الكابوس؟ حمل امي متابعك، ايش بدك تغيري فيه؟ امي مش حتزعل منك، عم حتشل لك المتابع. يعني انت عندك محتواك كثير عفوي، كثير بجنن، يعني انا كثير دائما بتابعك فبقول الله يوفقها بوش بكل شيء. تسلمي. كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد. طبعا معكم هبوش، تعالوا هبوش وقطع. طبعا مقابلة اليوم احتمال تكون اخر مقابلة. السؤال راح يكون هو ايش رأيك بمحتوايا؟ وانا ناوي اغير محتوايا، فبدي اعرف شو الفكرة. طبعا انا مخبية محتوى بخوف، مش راح احكي لحدا، راح انتوا تتفاجئوا. طبعا مش بخوف انه تخافوا، لا جبار، يعني انه حتتفاجئوا ان شاء الله. يلا مرحبا، كيفك؟ الحمد لله تمام، كيف انت؟ الحمد لله تمام. شو اسمك؟ احمد بخوصة. عشت الاسامي احمد، متابعني ولا لا؟ طبعا، يعني بنت بلد لازم اتابعك. يسعدك. على ايش متابعني؟ على تيك توك، على اليوتيوب، على ايش ما بدك متابع. انا عندي تيك توك وانستغرام وفيسبوك كله. احلى متابع. بدي اسالك ايش رايك بمحتوايا؟ لا والله فخم، للامانه فخم. اول شيء انا ما كنتش، يعني عشان ما اكذبش عليك، اول شيء ما كنتش احبه زي هيك، بعديها خلص حبيت، قلت هذه غلبانه وزي هيك، هذا الناس انتقدتك، بس قلت حرام يعني اللي بيسووا فيها وزي هيك، وانت بتشحتيش بالمؤاخذه يعني. والله عارفه على كلامهم عادي، بدك تنشهر وانشهرت الحمد لله، والله يوفقك يا رب. والله اجت من عند الله، يعني انا ما كنتش طلباها الشهرة نهائي. صح، ربنا اللي بده يوفقه بوفقه. صحيح. طب انا ناوية لقدام اغير محتوايا، فايش رأيك؟ لا لا خليك زي ما انت احسن، الناس رسمي على محتواك نفسه. يسعدك. اسألك سؤال. تفضلي. اول اشي بتعرفني؟ طبعا انت يعني نجم الكل هنا يتحدث عنك، وهذا شيء جميل انه يكون عندنا فتيات في فلسطين ماجدات نشطات على الفيسبوك، وكذلك حتى في التيك توك لنعبر عن هويتنا الفلسطينية ومعاناتنا فيما يتعلق حتى في الحصار قطاع غزة، ومنبر مهم ولا بد أن يتابعه الجميع. طب إيش رأيك بمحتوايا؟ المحتوى أنا أتحدث بصراحة، لا أتابع التيك توك كثيرا، لكن أنزل فقط في القضايا السياسية والأكاديمية، لكن أنا سمعت من أصدقائي المبعدين أنه يعني صفحة متميزة وتتناول هموم الناس. شكرا لك وتشرفت بمعرفتك، والله كلامك كثير كثير عجبني، والله يسعدك يا رب، ويا ريت كل الناس بتفكر زيك. الله يرضى عليك، وان شاء الله تكون موفقين، ويكون هذا الصوت والمساحة الإعلامية تلامس هموم الناس في قطاع غزة، لتكون من القضايا الجادة، لأننا نحن في مفترق طرق، وقضيتنا بحاجة إلى وحدة، وبحاجة إلى الجميع أن يخرج بكل إمكانياتهم الناس، تتناول كافة المواقع الإلكترونية التي فيها تواصل وتوصل رسالة. وكنت أتمنى لو كان لك صفحة في اللغة الإنجليزية أو بلغات أخرى، إن شاركك مادة تكون دسمة ويكون لها التفاعل الإيجابي. إن شاء الله. يسلم. إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. انت كيفك؟ اهلا. شو اسمك؟ نور. وانت؟ هبة. عشت الاسامي. هبة زيي. يا سيدي كبوس. هبوش هبوش. بدي اسالك سؤال، ايش رايكم محتوايا؟ اول شيء انتم بتتابعوني؟ وانت؟ طب ايش رايكم محتوايا؟ حلو. وانت؟ حلو بس يعني غيري. ما انا بفكر اغير، بس حبيت اسال يعني ايش رايك، وبذات الوقت انا بدي اخذ من متابعيني فكره ايش المحتوى اللي راح اقدمه. انا محتاجه اغير المحتوى او بدي اغيره، بس ان شاء الله حتطلع مفاجاه، فحابه اعرف ايش ممكن تعطيني فكره اغير. يعني ممكن تحكي على المشاكل بتصير عندنا هنا، المشاكل الاجتماعيه اللي بتصير يعني اغلبيتها بالبيوت. حلو مثلا ناخذ صوره عنها. فكره حلوه. بما انك انت بتعملي اشياء كوميديه ودراما، فحلو الاشي هذا. فكره حلوه. وانت ايش رايك؟ اغيره ولا لا؟ لا بنتك؟ بنتي. يعني البنت بدهاش هي انا غيره والام بدها هي انا غيره.
يسعد كابوس. ماشي شكرا لكم، تشرفت بمعرفتك. مرحبا فيك. تمام الحمد لله. ممكن نتعرف؟ خليل القصاص من خان يونس. عشت الاسامي، وانا من خان يونس على كده احنا جيران. احلى ناس والله الخان يونس. متابعني؟ متابعك يا عم. اسمي؟ جهات. تعال تعال. يسعدك. ناوي اغير محتواي، ايش رايك فيه؟ اول ايش رايك في محتواي؟ محتواك عظيم وبيجذب الناس، ويا ريتك تتمك على المحتوى وما تغيرهوش. محتوى حمل امي متابعك، ايش بدك تغير فيه؟ مش حتزعل منك يا عم، حتشل لك المتابع. يعني ايش رايك لو غيرته؟ لا لا يعني كيف بدك تغيري؟ لا يعني بدي اعمل محتوى ثاني، بدي اغير المحتوى، بضلوا المتابعين زي ما هم. والله اصلي ما بتغير، عقلت المثل العربي. الله يسعدك، شكرا لك وتشرفت بمعرفتك. شكرا هبه الفراه حراس. سعد قلبك. الحمد لله تمام، وانت؟ الحمد لله تمام. ممكن نتعرف؟ نسمع معك. عشت الاسامي. بدي اسالك سؤال. تفضل. انت متابعاني اول شيء؟ اكيد. احلى وانت. احنا بكل شيء متابعك. اسلمي. ايش رايك في محتوايا؟ بجنن. انا كثير يعني انت عندك محتواك كثير عفوي، كثير بجنن، يعني انا كثير دائما بتابعك، فبقول الله يوفقها بوش بكل شيء. تسلمي. طب انا ناويه اغيره، ايش رايك؟ لا لا ايش يعني هذا عجب؟ لا احنا متعودين على هبوش، على محتواها الطبيعي، ما بدنا نغير ولا نتصنع بهذا الاشي. خليك على طبيعتك احسن لك، يعني ما بدناش اياك لا تغيري محتوى ولا اشي. اوكي الله يسعدك يا رب، وشكرا لك. يسعدك حبيبتي، شرفت بمعرفتك. يعني وانا كمان حبيبتي. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله تمام، الله يسعدك. يسعدك. بشوف عندك بسطة احذية. صحيح والله، بنبسط، بنجيب بضائع حلوه بنستوردها وبنبيع في الاسواق. من وين هاي الاحذية؟ والله اغلبها الصيني وفي تركي برضو. طب انت متابعني؟ صحيح متابعك، وبعد دائما يعني ايش بتنزل معاك. يسعدك والله. الله يسعدك. طب بدي اسالك سؤال. تفضل. ايش رايك في محتواي؟ والله محتواك عالي وكويس، يعني منيح منيح حبوش. طب بفكر اغيره، ايش رايك؟ لا تغيري ان شاء الله الاحسن، اشي كويس يعني برفع الراس ان شاء الله. وين العنوان تاعت البسطة هاي؟ والله العنوان عند جامعة لقصة، باب جامعة لقصة ببيع. وزي هيك يعني انا مروح، يعني في زبائن يعني معروف في الندفة هذه، ببيع وبترزق في الرمال. الله يرزقك يا رب، وشكرا لك، تشرفت بمعرفتك. شكرا شكرا لك حبوش. كيش تشتري بوت مني؟ خذي لك بوت مني ببلاش. تسلم. خذي لك احلى بوت لك تنزلي فيه، حلوه حاجات زي هيك. في حاجات اسرائيليه عندي ب10. عايش مفلسه انا. عم احساب خذ البيبيتيه، والله احساب. ليش مقاس رجليك؟ من 39 ل 40. شنو بدي لك اسواق ولا اسمع؟ اي حاجه. بدي يديني بوت هدية، ايش رايكم؟ بدي افتح محل اسمه شو الشيك، شوز شيك. بدك تفتح، بدك تفتح محل اسمه شو شوز شيك. صحيح. حلو حلو اسم. حلو الاسم، حلو وكمان شوزات حلوين ما شاء الله يعني. تسلم. الله يسلمك، شكرا على الهدية. مقصرين والله. وين العنوان؟ العنوان قبل جامعة الأقصى مباشر. غزة. صحيح غزة. ما هو مقابل جامعة الأقصى. تل الهوى مقابل جامعة الأقصى. صحيح. العنوان غزة تل الهوى مقابل جامعة الأقصى يا جماعة. صحيح. وشكرا على الهدية، يسلموا. مكانك مقصرين. شكرا لك. طبعا حبايب قلبي زي ما أنتوا شفتوا آراء الناس في الإيجاب وفي السلبي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، اللي مش مشترك بالقناة يشترك بالقناة، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل حتى يصلكوا كل جديد، وطبعا تحطوا لي لايكات حتى يوصل الفيديو لأكثر وأكثر، وانتوا كمان اكتبوا لي في الكومنت ايش رأيكم في المحتوى اللي أنا بعمله، وحطوا لي فكرة ايش أعمل محتوى جديد. باي.